أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم مرة جديدة ببرنامجنا الروحي الشيق الهوية الضائعة. بشرفنا يكون معنا الأخ علي بزي. أهلا وسهلا فيك أخي المبارك. أخت مريم أهلا وسهلا فيكي، أنا مبسوط نكون مع بعض بهالبرنامج. وإحنا مبسوطين فيك أكثر ومبسوطين بمعلوماتك كتير. أشكرك يا رب، أشكرك. أخ علي، الأسبوع الماضي حكينا ب أو الحلقة الماضية حكينا برومية الإصحاح 12 والآيات 1 و 2 صحيح، وكيف أنه كانت هي ذبيحة حية وكيف إحنا لازم نكون أموات. وضحنا هذه الصورة وحكيت فيها ووضحت كل هذه الأمور. صحيح. اليوم حنبلش سؤالنا أخي، أنه كيف أو هل تجديد الذهن هو فكر عقائدي أو أفكار يعني أنا لازم أفهمها؟ ممكن نوضح يعني للسادة المشاهدين؟ أكيد. يمكن نحن بالأسبوع الماضي أو الحلقة اللي ذكرتيها قبل هذه ذكرنا عن تجديد الذهن. إلا أنه العنصر الوحيد للاختبارات مع الله أنه يكون عندي ذهن متجدد. صح. ليش الرسول بولس يعني ربط فهم مشيئة الله أو طبعاً رومية 12 واحد واثنين اتس حالي خاصة، مش يعني موضوع يتكلم عن تفسير الإصحاح. نعم. بيقدر ما أنا أخذ نقطة معينة بس. نعم. لما طلب إلى أهل رومي. نعم. أطلب إليكم برأفات الله. صح. أن تقدموا في إرادة ذاتية. صح. يعني أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية أو العقلانية، ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم. ليش عم بيحذرني إنه ما أشاكل هذا الظهر؟ في ثلاث كلمات لفكرة العالم اللي احنا عايشين فيه. نعم. عندك لأنه الكتاب شو بيقول؟ هكذا أحب الله العالم. العالم شو المقصود بالعالم؟ العالم يعني العالم الماتيرياليزم أو البشر. لا البشر. البشر. نعم. إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. في تفسير تاني للعالم. نعم. اللي هو العالم الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيه، هذا العالم، هذا اليونيفرسال. نعم. هذا العالم احنا الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيه هذا اسمه العالم. نعم. صح. لكن في تفسير آخر يعني لكلمة من يعني علفنا إياها الكتاب أو عرفها الكتاب. قال من أحب العالم فليست فيه محبة الله أو محبة الآب. نعم. طب كيف إذا نفس المعنى هون الله أحب العالم بذل ابنه، هون عم بيقول لي انتبه إذا حبيت العالم فليست فيك محبة الآب. مزبوط. صح؟ صح. فإذا إلى معنى آخر للعالم، العالم هو النظام السافر الذي نعيش فيه، هذا اللي عم بيحذرنا منه الرسول بطرس. نعم. آسف بولس. بولس. قال ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا. ليش ما بدي شاكل هذا الظهر وأنا عايش فيه؟ لأن هذا الظهر له إله غير الإله الذي نحن نعبده. نعم. صحيح إن العلي متسلط في مملكة الناس بحسب سفر دانيال. لكن الكتاب قال إن إله هذا الظهر من هو؟ إبليس. الشيطان إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنجيل مجد المسيح الآخري. فهذا الظهر هو نظام، شعار هذا النظام يقول لله ابعد عننا وبمعرفة طرقك لا نصر. هذا الأمر عم بيقول لي الرسول بولس إنه لا تشاكل هذا الظهر، بل هذا الظهر إله سيستم، إله نظام، إله طريقة تفكير، إله إيمان. يعني العالم له إيمان بأن يؤمن أن لا يؤمن بالله. كيف هذه؟ يعني شفت كيف؟ لا. هذا العالم من الماتيرياليزم اللي كل شيء عندنا نحن محسوسات وملموسات ومرئي ومنظور. لا. هذا النظام هيدا لا يؤمن بالله. أيوه. فهو يؤمن ويعتقد إنه لا يؤمن بالله. صعب على العالم هيدا أن يؤمن بإله لا يراه. أمين. لأن نظامنا هلا بحكي عنها إن شاء الله تجي الذهن. فلا تشكل هذا الظهر بل تغير عن شكلكم. مش الشكل الخارجي، الشكل الخارجي له تأثير طبعا، لكن بتجديد أذهانكم.
وهذه نقطة مثل قوله يعني نقطة القصيدة. نعم. أو بسموها بالعربي المفتاح. نعم. إن العالم هيدا أخت مريم صرنا نحن متدربين كيف نفكر. نعم. كيف نحس، كيف نقيس الأمور، كيف نتكلم، كيف لغتنا، عواطفنا، أحاسيسنا، كلها تبرمجت بطريقة بحيث إنها لا تتكيف مع الملكوت اللي إحنا نقلنا ربنا عليه. مزبوط. ما تنسي إنه كل مؤمن آمن بالمسيح بقول بكولوسي واحد. نعم. إنه نقلنا من سلطان الظلمة للسلطان إلى ملكوت ابني محبتي. بس لو أوضح للمشاهد، الملكوت أوسع من الكنيسة الله. مزبوط. الكنيسة هي المناخ الصغير اللي بتعيش فيه داخل الملكوت. صح. نحن مدعوين ليس إلى الكنيسة، وكان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، لكن هولو بيخلصون بيعيشوا في ملكوت الله. طبعا في 6 ملكوت في الكتاب رح نحكي فيها بالحلقة الجاية، نحكي عنها. تسألتيني عن السؤال مرة برا الكاميرا، مزبوط، نحكي عنها شو الفرق بين ملكوت السماوات وملكوت الله، ملكوت ابن محبته وملكوت الآب، أنا شخصيا حابة أعرف ملكوت المسيح. كل هذه إلى مدلولات كتابية حنتكلم عنها إن شاء الله. أمين. لكن الملكوت هي الأوسع. حتى أنا إجي للملكوت جاي بأفكاري، أنا ملد من الله، سكن فيه الروح القدس، مزبوط، لكن بعدني أنا ذهني مش متجدد، مزبوط، بعدني على الأفكار القديمة، لازلت أنا فكر، مزبوط. نحن نفكر إنه المؤمن لما ينتقل إنه أصبح سوبر ناتشورال، صح، صحة الشخصية يعني خلاص، وعايش بالقداسة، أفكار وأفكار إلهية، تهذيب وتهذيب إلهي مسميه يعني، صح. أو يعني behavior تبعه change everything change فيه. مين قال الكلام صح؟ لا، عملية تدريب. وأنا بقول لك يا أخت مريم، أمام الله بقول لك والمشاهد عم يشوفني، إنه في مؤمنين إجوا على الأرض آمنوا وعاشوا ورقدوا وطلعوا على السماء وما تجدد ذهنهم. يا يسوع. إيه طبعًا. يا يسوع. العملية مش صعبة لكنها مش سهلة، إنك أنت تتبرمجي بالفكرة. لو أنا سألت سؤال لنفسي يا أخ علي، طيب تجديد الذهن، انت قلت لي انه هو اذا هو عقيدي او مفهوم او مزبوط، اذا هو عقيدي او مفهوم انا بفهمه، هختصرها يعني بكلمه واحده، تجديد الذهن معرفه قلب الله نحوي. يا يسوع. تجديد الذهن ما يفكر في المسيح نحوي. طب كيف رح اعرف هذه الامور؟ لا، الكتاب مليان بالافكار، لكن مشكلتي أنا بسبب البرمجة الفكرية، لأني أنا شخص صرت أفكر بالأسباب، فكر بعقلانية، فكر أكاديميا، صح، فكر بالمنطق، هالأشياء الأربعة اللي تحكم طريقة تفكيري. مزبوط. يعني مثلا لو جينا لعند العالم هيدا النيلو مثلا، هيدا المي اللي قدامي أنا، بيقولك لا شو مؤلف، شو المواد، شو المحتويات اللي مؤلف منها هذا المي، من المحتوى أكسجين وسيد كذا و و و و و و HOC2، وبلش أنا أشرح له مكونات المي، فلما أشرح له مكونات المي ويستوعب فبيؤمن فيها وبيصدقها. مزبوط. فبيجي لعند ربنا، ممكن تخليني أشوف ربنا وين، خليني أرى الله، وصف لي ربنا، اشرح لي إياه، حتى أنا لما أفهم بعدين صدق إذا زواج. لهالسبب العالم لا يستطيع أن يؤمن. بس أخ علي هلأ يعني أنت عم تحكي، أنا يعني إلي كذا سنة بالإيمان. نعم. في أشياء. أدي صار كم سنة يعني؟ يعني أنا بتذكر من 99. كويس. Yeah. يعني 16 سنة تقريبا. 17 سنة. تقريبا. Beautiful. Yeah. أول مرة بسمع الكلام هذا اللي عم تحكي. Mm. إحنا كنيستنا فقيرة بهذه الأمور. Mm. Yeah, أنا فاهم عليك شو قصدي. طبعا شوفي، الكنيسة لما تاخد الخط التديني، بس التدين بيسحب مني الهوية، بيعيشني ضمن أنظمة ونظام وفكر معين. أنا عشته لفترة لأني أنا يعني أمنت على كبر،
وكنت شاب صغير يعني. وبعدين طبعا صار عندي طريقة تفكير في الكتاب، طريقة تفكير اسمع الوعاظ شو بتكلموا، احفظ كلمة الله. طبعا اكتشفت اني انا عم زادت معلوماتي لكن قلت اختباراتي. كيف يعني زادت معلوماتي؟ يعني اللي نحن في عالمنا العربي بشكل عام، نعم، بشكل خاص، نعم، وعالمنا المسيحي بشكل عام ميالين كتير تنفهم بعقولنا انه نستطيع ان نجاوب على كل سؤال يسأل. فعندنا صار نوع من المرض بسميه الامراض الروحية حتى نقدر نجاوب الاخرين بس على اجوبتهم او على تسائلهم. يعني انه بالدول العربية انه حدا يجي يسألك سؤال وانت مش عارف ما تقدر تجاوب يعني مثلا. فصار عندنا حرف كتير، صرنا بروفيشنال، صرنا محترفين انه نحن نجاوب. بقول لك طيب ممكن، ما هو رسول بطرس قال يعني مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. صح، ما بقول أنا، ما بقول أنه أنا ما يكونش عندي المعلومة، لكن في نفس لكن الوقت لازم يكون عندي الاختبار. الاختبار، الله مش مجرد معلومات. صح، الله كتب الكتاب هيدا مش لتنزاد معلوماتي عنه، مصبوط، مش لأفهم عنه. الله أختبره، الله لكي أختبر ربنا. يعني مثلا لو انا قلت مثلا هلا قدام المشاهد انا من الاشخاص اللي اسمع صوت ربنا، نعم، ممكن واحد يقول لي لا هذا شو عرفك صوت ربنا؟ صح، ممكن يكون صوتك او صوت الشيطان. مزبوط. فنحن ميالين بسرعه اننا نصدق انه صوت الشيطان، نعم ممكن، طب صوت ربنا لا. فعندنا ميل تنصدق السلبيات اكثر من الايجابيات، واكثر من الايجابيات. مزبوط. فيعني مثلا كنت عم بحكي معك قبل ما سجل الحلقة يمكن أو مبارح، لو ربنا حابب مثلا أو أي دولة حابب تخلص شعبها مثلا مثل العراق، مظبوط، حابوا يتخلصوا من صدام حسين، yeah. صح؟ صح، بالتسعينات، yeah. فصار في تحالف لجيوش معينة، مظبوط، تحالف بريطانيا وأمريكا وبعض لحتى يسقطوا، صح، تيروح يشيلوا شخص واحد، مظبوط، صح، مظبوط، طيران وقصف ومات الآلاف من الناس ودمرت البلد توصلوا إلى شخص واحد شلو. طيب لو شخص، لو بلد عم بتفكر إنها تخلص شعب مؤلف من 1,600,000 نسمي، فشو النوعية، شو العالم ممكن يفكر؟ أنت شو بتفكري ممكن اللي محتاجينه؟ الدنيا كلها بدنا أساطير، طبعا بدنا أساطير هيك كبيرة، بدنا طيران، طيارات أكيد، بدنا حرب، بدنا جيش، بدنا حدا يفكر. أكيد. صح، أكيد طبعا ربنا، لأنه مش قليل العدد اللي عم تحكي عنه. صح، ربنا راح شو عمل؟ بعت شخص معه عصاية تيطلع شعب إسرائيل من مصر. قصدك موسى؟ موسى قدام أكبر إمبراطورية في عصره، فرعون. صح، it makes sense؟ لا، هذا منطق؟ لا، العالم بقول هذا مش منطق. مصر، ربنا بقول هذه الطريقة أنا بشتغل فيها. صح، فإذا أنا بيجي بفكري، فكري الاستراتيجي على الحروب، وبيجي أنا مثلا بقول لربنا أنت تبعت شخص واحد معه عصاي تيطلع شعب، أنا لا أؤمن بهيك إله. صح، it doesn't make sense. أنا بقول إنه الله تبعنا it does not make sense. أمين. الله مش خاضع للمنطق. مزبوط. يعني لما راح يحرر، يعني يقلب أريحة، مدينة أريحة، مدينة مبنية بأسوار ضخمة، يقال إنها هذه المدينة تعتبر من أضخم المدن اللي أنا ذاك تعمرت، شو الطريقة بدك نقلبها يا رب؟ قال برموا حواليها شعب ماشي يبرم حواليها سبع مرات، لو أول برم التاني أنت وأنا في عصرنا عم طلع عليهم بقول يا حرام شو عم بيعملوا هالجماعة؟ هذا مش منطق. صحيح، لأنه ضد المنطق. مزبوط. أول برمي، التالتي، الرابعة، الخامسة، السابعة، قلبت أريحة. كيف قلبت؟ لما راحوا علماء الآثار يفحصوا كيف قلبت الأريحة، قلبت من جوا لبرا، يا يسوع، مش من برا لجوا. يعني ربنا قلبها ببرمتهم، كان المفروض أنه شو نعمل؟ توقع أريحة هيك حتى أتليست ياخذوا الشعب مجد انه هني برموا وربنا استخدمهم نفخ فيهم ووقعت. امين. لكن لما راحوا علماء الاثار ليشوفوا كيف سقطت اريحه، طلعت سقطت من النص هيك. هذا منطق؟ لا، مش منطق.
شخص يقعد ببطن الحوت 3 ايام يقعد ياخد فرصة صلاة؟ ياخد هو علية؟ بطن الحوت اصبح علية ياخد فيها يونان وقعد ببطن الحوت 3 ايام وثلاث ليالي واخد قاعد يصلي؟ It makes sense. أخ علي موضوعك كتير شيق بس خلينا نطلع فاصل ونرجع. حاضر حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين طالعين فاصل وراجعينكم، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا عم نحكي مع الأخ علي عن أسوار أريحة وكيف الرب وقع أسوار أريحة وهل هذا منطقي أو مش منطقي؟ لا طبعا طبعا، يعني أنه أنا اللي عم حاول أوصله للمشاهد أنه الفكر الإلهي يختلف كليا. مزبوط. مشكلتنا نحن عم نصير كندرس لاهوت أو منعلم بكنائسنا عم نحاول نبرمج الفكر الإلهي للمنطق البشري. لو عملت هيك أنا بقول اللي أنا فاهمه واللي أنا أؤمن فيه مستحيل يكون عندي اختبارات حقيقية مع الله. مزبوط. الله يبحث، تبهي لي أخت مريم، الله يبحث عن أناس مش يفهموه، يبحث عن أناس يصدقوا. أمين. أنا مستحيل أقدر أفهم ربنا. أكيد. أنا يعني الله قد ما الله قضيت من السنين مستحيل أفهمه. مستحيل. مزبوط. ومش حادر أفهمه بدون إعلان من عنده. صح. فهو بيعلنني أنا بصدق. الله يبحث عن الناس يصدقوا. يعني لما إجا الرب يسوع على الأرض 5000 نسمة قاعدين قدامه، تجيبي أنت 5 رغفة وسمكتين لتشبع هدول الناس، هذا منطق؟ طبعا لا. هذا كان من مؤن من سالفيشن ارمي دينسيت ديبورت مش راح تكفي المؤسسات هيدي مثلا اللي هي بتجيب الاكل والطعام لبلاد افريقيا. صح. بدك شاحنات وشاحنات اكيد تطعمي ال 5000 غير النساء والاولاد، لو انت حسبتيهم كل واحد عنده ولدين بيطلع عندك 18000 نسمه. مزبوط. هيدا الشيء اللي عم بيحاول يقول لي ربنا انك انت تصدقني أنا فوق المنطق تبعك، كما علت السماء عن الأرض. أمين. هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم يقول الرب. مين المنطق؟ ليش المسلمين مش قادرين يصدقوا أن المسيح هو الله المتجسد؟ ضد المنطق. كيف يعني الله ينزل على الأرض، يولد من امرأة، يولد في مزدب في مزود، يولد ولادي مثلا ويعيش حياته على الأرض، وبعدين فوق هذا وكله يشتغل نجار، وبعدين فوق هذا وكله يرفض من مجتمعه، فوق هذا وكله يشكوا فيه، فوق هذا وكله يصلب وبعدين يموت، يقولون هذا هو الله. ضد المنطق. مزبوط. لكن هذا هو الله. الله عم بيحاول يخليني افهم الأشياء مش بحسب المنظور اللي أنا المنطق اللي أنا عايشه. الذهن المتجدد، الشخص اللي بيصدق ربنا ما هي مشاعر الله نحوي. يعني مثلا لو سألت شخص أنا هلا مين أنت في المسيح، بقول لك يعني لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. هذه مش عنا. عارف يعني كنت عم بحكي مع شخص أنا وبعدين قال لي لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. قلت له مين قال هذه؟ قال لي رسول بولس. قلت له رسول بولس قال لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم؟ قال لي اه مش هيك قال برومي صح 8؟ قلت له قال كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فاهمها غلط. طب لانه حسب لانه عايشين نحن بتاثيرات المجتمع. صح. من حولنا فيه مسلمين وفيه بوذيين وفيه في في حوالينا مجتمعات دينيه. صح. والتدين دائما عمليه برمجه. الله بالنسبة له الله يعني برمجي. لو جيت سألت المسلم ما هو الله بالنسبة لك هيقول لك. صح. لأنه هيك متبرمج. إيه هيقول لك أنا مثلا أنا أؤمن بالله، الله كل هو، الله أحد، الله الصمد. مزبوط. لم يلد ولم يولد، يعني كل أنت عم تقول له هذا كفر. هذا فاهمة بس مش عارفة. ما هو فاهم هيك. وأحيانا المسيحيين أيضا. المسيحيين في تدين وفي فكر شائع وسطنا المسيحي غلط. صح. فنحن تبرمجنا اخت مريم بطريقه غلط، ما رجعنا للكتاب. صح. الله كيف بيفكر فيي؟ يعني انا لو وصلت انا وصلت مثلا عم بصلي نعم وفاهم كلمه الله نعم اني انا
في المسيح. مثلا حقرأ لك شغلة وحاول إشرحها للمشاهد ولحضرتك من يوحنا 17. الصلاة سميها مش هذه الصلاة الربانية الحقيقية. نعم. تفهم الصلاة الربانية اللي رب صلاها بيوحنا 17. شو بقول يوحنا هون؟ قال عم بيصلي الرب يسوع لله الآب. نعم. بل كيف هو الله بيصلي؟ هنحكي فيها بعدين. آمين. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط أيها الآب هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. اسمعي. ليكون الجميع واحد كما إنك أنت واحد أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا. أمين. السؤال، يعني أنا مثل المسيح؟ الله بيشوفني مثلي مثل المسيح روحيا. أمين. حقيقي المشاهد، لا 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 استغفر الله، أنت شو عملت حالك مثل المسيح؟ أنا ما عملت حالي مثل المسيح، بس الله عم يشوفني، هو عملني. أنا مصدق الحق هذا أو مش مصدقه؟ بسبب ذهني الغير متجدد أنا رافض الفكر. صح. فهو عم بيقول لي يا حبيبي أنا على البرمجة اللي أنا أخذتها، أنا exactly. أنا الله الآب، أنا شايفك بالمسيح. ما أنا ليه حطتك بالمسيح؟ حتى شوفك بنفس المستوى، لأني أنا ما فيني شوف أقل من المسيح. أمين. بيقدرش يتعامل الله الآب بمستوى أقل من المسيح. فأنا حطيتك في المسيح حتى أقدر أقبلك مثل ما بقبل المسيح. يعني إحنا شو؟ غاليين، إحنا غاليين عند الرب مثل ابنه بنفس المستوى. أختي أمين. يعني عم بقول له الرب يسوع إنك هولي فيي. صح. واحد كما إن أنا فيك وإنت في، ليكونوا الجميع واحد كما نحن. أمين. يعني مثل ما الله الآب والله الإبن والله الروح القدس واحد، أصبحنا نحن شو؟ واحد مع المسيح واحد. طيب مين بيصدق الحق هنا؟ أمين. مين بيروح بيصلي بهالمفهوم هيدا إني أنا مقبول لدى الله؟ صح. طيب السؤال، الأشياء الزفت اللي أنا بعملها مثلا على الأرض، الأشياء تطلع مني أنا مثلا الكلام الغلط، تصرفات الغلط، الله لا يتعامل معها. أمين. أنا شو بعمل؟ شو التدين بيعمل؟ التدين شو بيعمل أخت مريم؟ نعم. بيجيب الإنسان العتيق هيدا بصير ينظفه، نظفه، يحط له مساحيق، يظبط فيه، يعمله، يسويه، بيحسن من أخلاقه، بيحسن من كلامه، بيصير يقدمه لربنا. يعني. على أساس وربنا قال أنا هيدا صلبته مع المسيح، أنا مش شايفه، وهو عم بيتعب عليه وهو أوريدي رب هو الشايف. تعبان عليه لأنه ذهنه مش متجدد. صح. الله لا يتعامل معي إلا على أساس البر بالمسيح. أمين. فالروح القدس فيه شو بيعمل؟ بشوف هو النواقص من الاختبارات اللي أنا مش عم بختبرها مع الله الآب والابن والروح القدس، بيشتغل عليها. طب والإنسان العتيق هو عارف إنه هنا ميت. انت بس عليك لما انت عم تتكلم احيانا، فانت بتروح بتقومه من الاموات، بتجيبه بتحطه بصير تمارس فيه يومك. وبعدين تتذكر انك انت بالمسيح خليقة جديدة، فتروح تدفنه مرة تانية، وانت عايش انك تقومه من الاموات وتدفنه. لا، تدفنه وتقومه. في مصيبة انه المؤمنين كمان بدلوا على طول مذكرينه. يعني مش المشكلة وين اخت مريم؟ اني انا مش قادر جدد ذهني. صح. بانه هيدا مات، هيدا وظائفه ماتت، لا يصلح إطلاقا لشيء قدام الله. الله لا يراني من خلال تصرفاتي. أمين. ولا يراني من خلال أدائي، الله يراني في المسيح. أمين. لما هذا الحق يترسخ فيي وابتدي أنا اتجدد ذهني بهذا الحق الإلهي، ابتدت اختبر الله ومشاعر الله نحوي. أمين. أي ظرف بدخل فيه بشعر أنه مع الظرف هيدا في provision، يعني مخرج، مش مخرج، مش exit، في تمويل جديد. أمين. الله عم بيحاول يعرفني على شخص وأكتر. أمين. يعني قالوا لإبراهيم، حكيناها بحلقة ماضي،
انه سر امامي وكن انا الله القدير، عرف عن نفسه. في مناطق تانية الشداي إيلوهايم، عرف عن نفسه باسماء كتير يا ربنا، مش لزيد معلوماتي عنه بل لتزداد اختباراتي فيه. فالله اختبار. الذهن المتجدد يبتدي يختبر الله. المشكلة وين؟ مش عارف إذا عندنا وقت بعد. لا لا عندنا وقت، تفضل. المشكلة وين؟ إن عدو الخير شغال على المنطقة هذه. تديني إنه ما يخليني أجدد ذهني. نعم. لأنه تجديد الذهن دخلتي في مرحلة جديدة من الاختبارات مع ربنا. والله بده يحاول يتعامل معي، يعني الله أشواق الله نحوي ورغبة ربنا نحوي إني يمتعني في الحياة. صح. يمتعني بالعلاقة معه، يخليني دايما مبسوط دايما فرحان. اليوم سألت سؤال لنفسي، قلت ما هي الأشياء اللي هي أقوى من المواهب الروح القدس اللي أعطاها لكنيسته ربنا؟ نعم. قلت هل يوجد شيء أقوى من المواهب الله منحها للكنيسة لكي تتقوى بها؟ نعم. شو هي؟ ثمر الروح القدس اللي هي فرح ومحبة وسلام. ثمر الروح القدس أقوى بكثير من المواهب المذكورة بكورنثوس الأولى صح 12، مذكورة بأفسس 4، ومذكورة في رومي 12. أقوى من المواهب الموجودة في كنيسة الله هي ثمر الروح القدس. أمين. لأن هذا الثمر اللي نحن حنعيش فيه إلى أبد الأبدين. أمين. المواهب خلص دورة على الأرض، خلص دورة. مظبوط. دي وقته خلص، لكن المحبة الفرح السلام اللي الله يتمتع فيهم شخصيا. أمين. محروم منهم أحيانا، أتمتع فيهم أحيانا بعد الآخر، بنحرم منهم بعض الأوقات، بعدين بعد أوقات بتمتع فيهم. شو السبب؟ السبب إني ذهني أنا غير متجدد. أمين. الذهن المتجدد يعرف ما له في المسيح. أمين. شو اللي بالمسيح؟ ممكن نحكي فيها بالحلقة الجاية. حاضر، حنحكي فيها بإذن الله. شكرا كتير كتير. أشكرك يا أخت مريم. ربي يباركك. شكرا كتير. أنا كتير استمتعت بالحلقة. حقائق حلوة، يا ريت المشاهد يكون معنا ويفهم اللي أنا أقوله. مزبوط. شكرا كتير كتير لك. so ربي يبارك حياتك. أشكرك يا أخت مريم. شكرا. Thank you. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ترقبونا بالحلقات المقبلة. ربي يكون معكم.